لتسليط الضوء أكثر على سياسة بايدن في الملف الإيراني وأثر ذلك على المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا بك سيد كامل. بداية، أكثر من مليار دولار أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، هل هي رشوة برأيك لقبول إيران بالاتفاق النووي من جديد؟ يعني هي خلينا نسميها عظمة ترميها الإدارة الأمريكية إلى إيران حتى تبقيها على خط المفاوضات أو الأمل بالمفاوضات. نعم. وبنفس الوقت تعطي الإدارة الأمريكية فرصة تلتقط أنفاسها وتناقش الملف الإيراني مع شركائها وحلفائها الغربيين والآسيويين. هذه هي أسلوب الإدارة الأمريكية. حتى أيام ترامب كان يعفي اليابانيين والكوريين وحتى العراقيين من الالتزام بالعقوبات مع إيران. نعم. إلى أي مدى باعتقادكم ترون أن إدارة بايدن تقدم تنازلات لإيران لحثها على العودة إلى المفاوضات كما تقول صحيفة فري بيكن؟ يعني الأمريكان ما عندهم وسيلة إلا موضوع التنازل، والتنازلات هي بتخفيف العقوبات وسيستمرون بها. نعم. باعتبارها الوسيلة الوحيدة لجذب إيران لطاولة المفاوضات، وستتحقق بالنهاية هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، هذه ضغوطات الدول المتحالفة مع أمريكا حتى تنقذ وجه إيران أمام الرأي العام الإيراني والإقليمي والعالمي بأنها حصلت على تنازلات من الإدارة الأمريكية وعادت المفاوضات. نعم. هذا هو سيد كامل، إلى أي مدى يمكن القول بأن بايدن رسب في الاختبار الذي وضعته في إيران، سواء من خلال ميليشياتها التي هددت مصالحها في العراق أو برفضها الانخراط في الاتفاق النووي؟ يعني الرئيس بايدن ليس وحده هو اللي خسر أمام إيران. الأمريكان من أيام انسحابهم من العراق واتفاقهم مع الإيرانيين لمقاتلة داعش والاتفاقية النووية، هذه كلها خسارات. حتى انسحاب الأمريكان وتمزيق الاتفاقية بوجه إيران والعالم أعتبرها خسارة كبيرة من دولة عظيمة بنت قيمها على احترام حكم القانون والاتفاقات الدولية. إيران هي الكاسبة من كل هذا الذي يجري. نعم. هذه السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في الملف الإيراني، كيف يمكن لها أن تؤثر على مستقبل المنطقة برأيك سيد كامل؟ المنطقة مستسلمة للنفوذ الإيراني. نعم. وتراقب الترقيعات الأمريكية. بالنسبة للشعوب يعني تعاني المعاناة اليومية ولن تتغير كثيرا إلا إذا هذه الشعوب اختارت أن تضحي وتغير من هذا القدر الأسود الذي يمر بها. أما في المستقبل القريب أنه تتغير وتهتز الأرض بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني، لا أظن أنها قريبة. لحظة. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.